في عالم مصاصي الدماء، سيلينا بتحكي عن الحرب الأزلية بينها وبين المستذئبين اللي عمرها 1000 سنة. هم يفوزوا مرة وإحنا نفوز مرة والبشر بينهم، بس بعد موت لويس يان قائد المستذئبين مصاصي الدماء لهم الأفضلية، ودخل قائدهم فيكتور سوباتو أقوى قائد لمصاصي الدماء. وهم بيراقبوا تلاقي سيلينا 2 شكلهم مستذئبين ومعاها المساعد بتاعها، تبعوهم لحد متر الأنفاق، ولما يلاحظهم المستذئبين إن مصاصين الدماء وراهم تدور معركة. مات مساعد سيلينا بس موتة غريبة، ويروح المستذئب يحاصر مصاص الدماء التاني ويتحول عليه. موته، وسيلينا بتحاول تدور على المستذئبين تلاقي اثار دم الواحد منهم، وتروح الانفاق تحاصر المستذئب. موتته وتفتح خزنة المسدس تلاقي طلقات غريبة فيه وتحس بمستذئب وراها. تهجم عليه وتهرب بسرعة. قائد المستذئبين الجديد يلاقي المستذئبين بيحاربوا بعض والكل بيبصله بخوف، ويقول بدل ما انتوا بتحاربوا بعض كده ما تروحوا تقتلوا مصاصين الدماء، أعدائنا الحقيقيين، قوتهم بتزيد ولازم نتصدى ليهم، ويمشي. ترجع سيلينا قصر مصاص الدماء عايشين حياتهم على الاخر لانهم زي البشر. تروح لرايان خبير الامن بتاعهم تديله المسدس بتاع المستذئب يحلله، ويجي كرافن قائد مصاص الدماء الجديد بعد دخول فيكتور في سباته العميق، ولكنه مختلف عنه، بيحاول يحل الامور سلميا اكتر، ويلاقي رايان طلقه المسدس فيها ماده مشعه لان مصاص الدماء ما بيظهروش في الشمس، عشان كده طلقه واحده هتموتنا على طول. يجي كرافن ويقول لسيلينا ما ينفعش تعملي غارات زي كده لوحدك لانك انت تسببت في موت واحد مننا، تقول له امن القلعة بتاعتنا لازم احميه. يقول لها الكل عارف اننا اقوى من المستذئبين بعد موت لويسيان، عيش الواقع بقى. تقول له لو فيكتور هنا لكان زمانه ارسل قوات لتفحص الامر فورا. تقعد تراجع في كاميرات المراقبة تلاقي ان المستذئبين كانوا بيجروا ورا واحد بشري، وتقرب عليه تفتكر انها شافته في المترو، ويدخل كرافن ويقول لها جهزي نفسك عشان عندنا حفلة النهاردة، وخرج المستذئبين شوية من دماغك، وافتكري انهم لو هيلحقوا بشري يبقى اكيد عشان ياكلوه. في معمل المستذئبين الدكتور ادم بياخد دم من عينات لالاف البشر عشان يلاقي سلالة دم قوية يدمجها مع المستذئبين تزود قوتهم، وللأسف كل التجارب لحد دلوقتي بتفشل. يلاقي قائد المستذئبين المستذئب راز راجع بجثة اخوه، ويقول له اوعى تقول ان مصاص الدماء عرفوا اننا بنلاحق البشر. يقول له ما اعتقدش، هجمت علينا واحدة قوية وهربت. يتهم قائد المستذئبين الكل بالفشل، وانه لو عايز يحاول يعمل حاجة وينجح لازم يعملها بنفسه. الحفلة اشتغلت، مستنين بعد يومين ملكة مصاصة الدماء إيميليا تيجي عشان تخرج الملك ماركوس من سباته لتولي الحكم وتوحيد مصاص الدماء. ويلاقي كرافن ان سيلينيا سابت القلعة ومشي، وهي بعد ما عرفت مكان بيت البشري مايكل هتروح تستجوب، وتروح الشرطة تستجوب الدكتور لوك داون زميل مايكل، ويقولوا له لو شافوا في اي حتة فلازم يبلغهم على طول، وطبعا هم مش شرطة هم مستذئبين. تلاقي سيلينيا صور لمايكل مع مراته اللي ماتت، ويجي مايكل يدخل البيت تهجم عليه سيلينيا وتقول له المستذئبين كانوا بيجروا وراك ليه. المستذئبين وصلوا، استغل مايكل الفرصة ويهرب بسرعة، والمستذئبين يحاصروا سيلينيا. عددهم كبير تعمل حفرة في الأرض وتهرب، ومايكل في الأسانسير يلاقي قائد المستذئبين قدامه ويهجم عليه ويعضه وياخد شوية من دمه، وتيجي سيلينيا تاخد مايكل ويخزن دم مايكل في أنبوبة عشان يختبروها في المعمل، ويبدأ بتجميع قوته ويجري وراهم وهم بيحاولوا يهربوا. عور سيلينيا وتخلصت منه ومشي بسرعة، بس مهمته نجحت لانه خلاص خد دم من مايكل. يلاحظ مايكل دم سيلينيا، فلما يحاول يعالجها لانه دكتور تهدده بالسلاح وانه ما يقربش ليها، ولكن بيغمى عليها بسبب اصابتها، ويحاول مايكل يسوق بس يفشل. عملوا حادثة وانقذها ويرجعها للحياة تاني، وكمان عالج جرحها ويغمى عليه. يرجع قائد المستذئبين، ولما يلاحظ الدكتور ادم متبهدل قدامه يقول له مش فارقة انا جبت لك دم مايكل. يقول له بس انت سبته حي مع مصاص الدماء. يقول له ما تقلقش انا عضيته، كلها يومين والقمر يكتمل ويتحول ويرجع. يحلل الدكتور ادم دم مايكل من المستذئبين وتنجح التجربة. تصحى سيلينيا تلاقي اصابتها خفت ومايكل جنبها مغمى عليه بسبب عضة المستذئب. لما ينتقل دم المستذئب لبشري
يشارك ذكرياته معاه ويفتكر مايكل واحدة مربوطة، ويصحى فجأة يلاقي نفسه في قلعة مصاص الدماء، وتقول له سيلينيا انه لازم يرتاح شوية، وتيجي إريكيا حبيبة كرافن تعجب بالبشري وتقول لها انت عارفة انه ممنوع وجوده هنا بس انا هخبي عليكي. تروح تبص عليه بعد ما سيلينيا مشيت تلاقيه معضود من مستذئب، تتحول عليه ويقوم يهرب بسرعة ويتجنن كرافن من سيلينيا انها جابت بشري هنا ويضربها. عمالة تمرن نفسها على التصويب، يجي لها رايان ويقول لها اهدي شوية وجربي السلاح ده اقوى بكتير من الاسلحة القديمة، وتلاحظ سائل النحاس بينزل من الطلق لان رايان قلد المستذئبين وعمل طلقة فيها سائل نحاسي هيموت المستذئب اول لما يخش في جسمه. يروح كرافن اجتماع سري وطلع بيخون مصاص الدماء ومتحالف مع قائد المستذئبين، يهدده بفسخ التحالف بينهم ويهجم عليه المستذئب ويقول له مالكش دعوة بالبشري مايكل، ويطلب منه كرافن يقلل غاراته الفترة الجاية لحد ما سيلينيا ما تاخدش بالها، يقول له المستذئب لو شفتها تاني اصلا هموتها. وتروح سيلينيا تدور في كتاب تاريخ الحروب بين المستذئبين ومصاص الدماء، تلاقي ان كرافن استحق خلافة قيادة فيكتور بعد سبات لانه تمكن من قتل الوسيان وخد حتة من جلده اللي فيها العلامة المميزة. ولما تقارن سيلينيا بين الكتاب والعلامة الحقيقية تلاقي اختلاف، وكمان السلسلة اللي على راس الوسيان هي نفس اللي شافتها مع قائد المستذئبين لما هجم عليهم، فتفهم ان الوسيان لسه حي واركن بيخون مصاص الدماء. وتروح لها إريكيا وتقول لها بعيدي عن مايكل لانه مش بشري خلاص، ده بقى مستذئب. ما تهتم سيلينيا لانها تفتكر ان كرافن اللي قالها تقول لها كده. يروح مايكل للدكتور لوك داون صاحبه يحاول يعالجه لان حالته صعبه وحاسس انه مش كويس وسلوكه بقى عدواني، ويقول له مايكل هروح اجيب حاجه بسرعه واجيلك، ولكن يلاحظ مايكل ان صاحبه الدكتور لوك داون راح للاسف يبلغ الشرطه، فاكر انهم هيساعدوه. يهرب بسرعه ويجري المستذئبين عليه بس الاوان فات ومش عارف الدكتور لوك داون ليه عايزين مايكل بالصوره دي. تروح سيلينيا غرفه سبات فيكتور عشان تحكي له اللي عرفته وتطلب من الامن يسيبهم لوحدهم. تدخل تفتح صندوق التابوت وتطلع جثه فيكتور وهو في السبات ولازم دم من قائد عالي من مجلس مصاص الدماء، ولكن سيلينيا تستخدم دمها عشان محدش من مصاص الدماء هيصدقها، وبما انها شاركت دمها مع فيكتور فهيشوف اخر ذكرياتها، وهي بتقول ان كرافن كذب عليهم والوسيان لسه حي، وتجيب اكياس دم وتربطها في جثه فيكتور عشان يصحى من سباته. وصل مايكل لقلعه مصاص الدماء، يلاحظوا الامن ويستدعوا كرافن ويلاقوه عايز يقابل سيلينيا لانه مش عارف ايه اللي بيحصل له، وتقرر سيلينيا تروح معاه. يقول لها كرافن لو خرجت معاه مش هتعرفي ترجعي القلعه دي تاني. تصمم تروح معاه وتجيله بالعربيه وتقول له ما تعملش كده تاني لان كان ممكن تموت. ولما يعرف كرافن انه مستذئب يزيد الطين بله، ويجيله استدعاء من فيكتور انه فاق من سباته، ويقول لكرافن ان سيلينيا شاركت معاه ذكريات وحشه بخصوص ان الوسيان لسه حي وان القائد ضعيف. يقول له سيلينيا مهووسه بنظريه المؤامره دي وانا طول عمري مخلص لناسي. يطلب منه فيكتور يجهز نفسه عشان يساعده في افاقه ماركوس من سباته عشان هو اللي عليه الدور يحكم، ولكن يرفض كرافن لان فيكتور ما ينفعش يشارك في طقوس استدعاء ماركوس لانه فاق قبل ميعاد استيقاظه من سباته ب 400 سنه، والملكه ايميليا جايه مع المجلس بكره يحرروه من سباته. توصل سيلينيا مع مايكل مكان امن وهو معمل خاص ليهم كانوا بيستخدموه في اجراء تحاليل وتجارب على المستذئبين عن طريق اخراج النحاس منهم قبل ما يموتوا، ويسالها مايكل طب بعد كده؟ تقول له بنقتلهم. تحكي له انها كانت بشريه ومستذئبين هجموا على عيلتها كلهم، كلوا الكبار والصغار، وفيكتور جه وانقذها وعشان يزود قوتها عضها وحولها لمصاص الدماء، عشان كده هو بمثابه الاب ليها، ومن ساعتها بتكره المستذئبين وبتموت فيهم. وقوات المستذئبين بقياده الدكتور ادم بيحضروا نفسهم عشان يراقبوا سيلينيا ويكتشفوا مكان مايكل. تقرر سيلينا ترجع القلعه وتعرف فيكتور عمل ايه مع كرافن. يقول لها مايكل ما تسيبنيش هنا لوحدي وهروح معاكي. ترفض لان الامر لما هيكتمل هيتحول لمستذئب وهياكل اي حد قدامه. تقيده وتديله مسدس عشان لما يحس انه هيتحول يضرب نفسه ويعطل العمليه. رجعت القلعه وبيكلم الامن كرافن برجوعها، يحاصرها ويقول لها يعني تفوقي فيكتور عليا وتزرعي في دماغه النخاين؟ هو طالب يشوفك وهتروحي تقولي له اللي هقولك عليه بالضبط. تضربه وتمشي. تروح لفيكتور ويقول لها انت عارفه اني بحبك وانك زي بنتي، بس انك تفوقيني قبل وقت من السبات واقتحامي لفتره حكم ماركوس ده غلط كبير جدا، كل ده بسبب تهيؤات منك ان الوسيان حي وانا مش مصدق، عشان كده انا مجبر اعرضك للمحاكمه من المجلس اللي جاي بكره عشان يحرر ماركوس من سباته. مش مصدقه نفسها ان فيكتور كمان كذبها، وامر كرافن يحبسها ويامر الحرس انه ما يدخلش او يخرج حد من عندها خالص عشان يحمي ملكته المستقبليه، وكل ده
سامعاه إريكيا وتحس بالغيرة لأن كرافين طلع ما بيحبهاش. يروح أركن لبرايان قائد القوات ويقول له اعمل حسابك مش هتروح أنت تصطحب الملكة إيميليا وبقية المجلس، هبعت فريق تاني لأن محتاجك هنا للحراسة. يستغرب رايان، وصل قطر الملكة إيميليا ومش عارف بقية المجلس إنهم وقعوا في الفخ. المستذئبين هجموا عليهم والقوات بأمر من كرافين ما يعملوش أي حاجة لأن دي تعليمات كرافين للانفراد بالحكم. إريكيا بتقرر تعمل ثورة وتقطع الكهرباء على القلعة كلها، ويحس فيكتور إن الأوضاع في القلعة مش مطمئنة فلازم يرجع للحياة تاني، وتروح إريكيا تحرر سيلينا وتديها الأسلحة، ولما تسألها ليه بتعملي كده تقولها لمصلحتي مش لمصلحتك، وتهرب من الشباك وتاخد العربية وتنطلق على مايكل. وكل ده الدكتور أدم مع الباقيين مراقبينها، وتروح إريكيا تقول لكرافين ان سيلينيا هي اللي قطعت الكهرباء وهربت كمان. يغضب جدا ويؤمر رايان قائد القوات انه لازم يجيب له راس مايكل البشري ده على طبق. خلاص فيكتور مش محتاج دم تاني، وتوصل سيلينا البيت لمايكل حالته صعبة وبتظهر عليه علامات التحول، ويفتكر رؤية المستذئب قدام ست مربوطة وشكلها ماتت محروقة. المستذئبين وصلت وطلعت سيلينا تحرر مايكل وتحس بالقوات برا. تموتهم وتؤمر مايكل يهرب، بس المستذئبين قبضوا عليه، ويؤمر رايان قواته تعرف ايه سبب تأخر الملكة إيميليا لحد دلوقتي، وانه شاكك في كرافين ولازم يروحوا سرا للقطر بتاع الملكة. الملكة اللي ماتت وجيه راز عشان ياخد من دمها شوية عشان يخلوا مايكل ياخد دم مستذئب ومصاص دماء ويبقى مخلوق قوي، وهو مع المستذئبين رابطينه، ولكن الامر اكتمل. يبدأ يتحول ويدوه مسكن بسرعة، ويروح كرافين لفيكتور يلاقيه رجع لشكله الإنساني، ولما يسأله عن سيلينا ازاي هربت يلاقيها جت ومعاها الدكتور آدم بتاع المستذئبين، ويحكي لهم على كل حاجة. يقول لهم انهم كانوا بيدوروا على سلالة بشرية نقية ليها ارتباط تاريخي بشخصية قديمة في القرون الماضية، لما هجم الطاعون على قريته هو بس اللي نجا وخلف 3 ولاد، واحد منهم مصاص دماء وهو ماركوس، والتاني مستذئب وهو لوسيان، والتالت قرر يرجع يعيش في وسط البشر، فبالتالي دمه نقي ومعرفناش نتحد مع اي حد تاني، ولو دمجنا دمه بدم المستذئبين ومصاص الدماء وسيطرنا عليه هنعدل موازين الحرب وهنكسب. ويقول لهم كرافين كمان مشترك معانا، ويبصوا عليه يلاقوه اختفى. يروح كرافين يطلب من إريكيا تجيب له المسدس اللي رايان عمله بيموت المستذئبين بسرعة، ويركب عربيته ويروح للوسيان، واكتشفت قوات مصاص الدماء موت الملكة والمجلس كله، ويروح رايان يبلغ فيكتور. يضحك آدم ويقول لهم كلكم هتموتوا. يموتوا فيكتور ويقرروا يدوروا على كرافين ويموتوه، ويطلب من سيلينا انها تموت مايكل البشري وهو هيسامحها على ايقاظه من سباته. مايكل يفوق يلاقي الوسيان قدامه، ويفتكر مايكل الرؤية كاملة ان الوسيان حب مصاص الدماء، وده امر محرم في قلعة مصاص الدماء، وجي فيكتور وربطه وخلاه يشوف حبيبته بتتحرق بالشمس قدامه عقابا ليه، والامر اكتمل وتحول لوسيان وهجم عليهم وخد سلسلة مراته وهرب. وعرف مايكل سبب الحرب ان فيكتور قائد مصاص الدماء موت حبيبة قائد المستذئبين لوسيان، ويقول لوسيان انهم زمان كانوا بيساعدوا مصاص الدماء وبيحرسوهم في النهار، بس بعد الحادثة دي الحرب حصلت. ويلاقي لوسيان كرافين جاله ويقوله الاتفاق بتاعنا ما استفدتش منه بحاجة. يقوله لوسيان انا موتلك الملكة إيميليا وخليتك تنفرد بالحكم، والمجلس كله مات عشان محدش يصحي ماركوس من سباته وتحكم انت لوحدك. انا ماليش دعوة ان سيلينا فوق فيكتور من سباته، ويسمعوا صوت قوات فيكتور وهيخون أركن لويسيان، وهو كان لسه بيقول له خليك هنا وهروح انا حارب. مات لويسيان وهرب كرافين. تبدأ قوات مصاص الدماء تقتحم وقر المستذئبين، ولما يرجع راز بدم ملكة مصاص الدماء يلاقي لوسيان القائد مات، يتضايق جدا عليه ويقرر يخرج ينتقم من أي مصاص دماء يجي في وشه يلاقي واحد. يتحول عليه ويموته، وطلع لوسيان لسه حي، وسيلينا بتدور على مايكل. يجي لها مستذئب وتموته، ورايان مع القوات بينشطوا المنطقة.
يموتهم المستذئب، وتوصل سيلينا اخيرا لمايكل وتحرره ويقول لها سبب الحرب دي كلها هو فيكتور اللي وصل ولقى مستذئب قدامه، يسيبه؟ لا طبعا. معرفش المستذئب يموته وقتلوا فيكتور بسيفه. يجي مايكل وسيلينا يهربوا يلاقوا كرافن في وشهم ويموت مايكل وخلاص بيطلع في الروح بسبب النحاس السائل اللي في جسمه، ويقول كرافن ان فيكتور هو اللي قتل عيلتك يا سيلينا زمان، وكل يوم كان بيخرج بالليل يمص في دم البشر، وانا اللي كنت بنظف مكانه، لازم تيجي معايا فورا. ويجي لوسيان يعوره في رجله ويقول لسيلينيا تمص دم مايكل عشان تنقذه، ويبص لوسيان لكرافن ويقول له بص موتني بس برضه عملت اللي انا عايزه، الحاكم الجديد بتاع المستذئبين هيبقى اقوى مني بكتير وهيموتك. يموته كرافن، ولما يسمع صوت قوات فيكتور يهرب بسرعه. سيلينا بتمص دم مايكل يمنعها فيكتور ويرمي مايكل بعيد، تقول له انت ليه قتلت عيلتي وكدبت عليا كل ده وليه موتت بنتك عشان حبت مستذئب، يقول لها انا ما حبيتش حد اكتر من بنتي وانت يا سيلينا، المخلوق اللي كان في بطن بنتي كان هيغير موازين القوه، وبما ان مصلحه مصاص الدماء هي الاهم بالنسبه لي فلازم يبقوا هما العنصر الاقوى عشان كده قتلتها. اتحول مايكل للمخلوق الاقوى ويهجم على فيكتور. حاول مع فيكتور بس برضه مش قادر عليه، تلاحظ سيلينا سيف فيكتور وتهجم عليه، يجي يقوم يموتها بس تكون راسه اتقطعت نصين. المعركة خلصت، فيكتور مات بس لسه في ماركوس، والوسيان مات وفي مايكل الحاكم الجديد للمستذئبين، نص مستذئب ونص مصاص دماء. الدكتور ادم اللي فيكتور موته هو مستذئب وعمال يصفف دمه لحد ما اتسرب لحفرة سبات الملك ماركوس اللي هيبقى هو كمان نص مستذئب مع نص مصاص دماء، وهيفوق من سباته وهتحصل معركة تانية. بس يا ترى مين هيفوز؟